هنكمل مع بعض الشباب هنا، هنقرا مع بعض القائمة الأخيرة اللي هي قائمة الكاش فلو ستيتمنت، والقائمة اللي عليها كلام كتير قوي واللي الناس في الغالب ما بتفهمهاش، بس هي قائمة هنتدرب عليها خلال الكورس أكتر من مرة، هتوصل إن أنت تعرف تعملها بنفسك بسهولة جدا. Describe the four financial statements، لسه مع بعض بنوصف القوائم المالية الأربعة and how they are prepared، وإزاي بنعملهم، وعرفنا مع بعض تاني إن إحنا بنعملهم من الحاجات دي من الشكل ده، وهنتكلم على قائمة الكاش فلو ستيتمنت summarize. هي بتعمل ايه بقى؟ بتلخص information about the cash inflow او الفلوس اللي دخلت والكاش اوت فلو. ليه بتعمل كده؟ لان الربح مختلف عن الكاش فلو. انا ممكن اكسب بس ما يبقاش معايا كاش فلو، يبقى ليه لسه ليا فلوس عند العملاء اهو زي ما حصل هنا. مش انا لسه عندي فلوس عند العملاء اكونت ريسيفابل، فدي فلوس ما اتحصلتش، رغم من ذلك انا لما قدمت الخدمة خلاص انا سبتها ايراد اهو، قلنا ان في ايراد 3.5 بس انا ما حصلتش منهم غير 1.5. فهنا في فرق ما بين الكاش اللي جه وما بين الايراد اللي انا صرفته اللي جالي عفوا، يبقى في فرق ما بين الكاش اللي دخل وما بين الايراد اللي انا عملته. نفس الكلام هنا، انا هنا اشتريت حاجات على الحساب ما دفعتش فلوسها، ما دفعتش كاش، فهنا في فرق ما بين الكاش والمصروف اللي تم. هنا نفس الكلام، انا هنا اشتريت حاجات اهي، خدت خدمه 250 مصروف اهي، بس ما دفعتوش لسه، دفعته في الاخر بس يعني فرضا ان انا ما دفعتوش وقفلت الشهر فممكن ما ادفعوش، يبقى في فلوس، ما في خدمات باخدها ما بدفعش ثمنها، وفي فلوس وفي خدمات بقدمها ما باخدش فلوسها، فبالتالي في فرق ما بين الكاش فلو وما بين الانكم ستيتمنت. عشان كده احنا بنعمل القائمه ديت، عملوا القائمه بتاعت الكاش فلو ستيتمنت. هي فعلا قال لك ايه؟ سمرايز الكاش ان فلو والكاش اوت فلو، البيمنت والريسيتس for the specific period of time، تاني for specific period of time لفترة معينة، ما ينفعش اقول الكاش فلو اتغير خلال النهاردة او في اللحظة دي، لا بنقول خلال فترة معينة. The statement of cash flow reports بتقدم ايه؟ بتديك تقرير عن ايه؟ The cash effects of a company's operations during a period، التأثير اللي حصل على الكاش من الاوبريشن، من التشغيل، من الشغل الاساسي بتاع الشركة. انا بشتغل اهو وعملت شغل، الاوبريشن بتاع الشغل بتاع الشركه ده اثر على الكاش ازاي؟ فده رقم مهم جدا، وده يعتبر اهم رقم في الكاش فلو. اتس انفستنج اكتيفيتيز، وبيأثر كمان الكاش افكت منين؟ من الانفستنج اكتيفيتيز، من النشاطات بتاعت الاستثمار، والفاينانسنج اكتيفيتيز واللي هو بتاع الايه؟ الفاينانس اللي هو التمويل. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، اوبريشن وانفستنج وفاينانسنج، اهمهم ايه؟ الاوبريشن، الشغل بتاعي بيجيب فلوس ولا ما بيجيبش فلوس؟ الاستثمار دوت حاجه ممكن ابيع اصل ثابت اجيلي اصل ثابت، الفاينانس ده صاحب الشركه جاب فلوس ملوش لازمه، انما الشغل الاساسي لازم يكون بيجيب فلوس، لازم الكاش ان الكاش فلو لازم يكون بوزيتيف من الشغل الاساسي بتاعي. ذا نيتنج كمان بيوضح لك كمان ذا نيت انكريز اور ديكريز ان كاش ديورنج ذا بيريود، بيعرفك خلال بقى الفتره دي كلها الفلوس اللي جات لك من الاوبريشن والانفستنج والفاينانسنج زادت الفلوس ولا قلت، يبقى ديكريز ان كاش ديورنج ذا بيريود، انكريز اور ديكريز الزيادة أو النقصان في الفلوس خلال الفترة. ذا كاش اماونت ات ذا اند، وبيعرفك كمان آخر الفترة الفلوس اللي معاك بقت كام بالظبط، اللي احنا عارفينها هنا اوريدي كام اللي هي 58، لازم القائمة تنتهي ب 58 زي ما احنا زي ما هي طالع عندنا في البالانس بتاع الكاش. تعالى ما نشوف مع بعض ادي، بنكتب هنا سوفت بايت وستمنت اوف كاش فلو فور ذا مانث اند ديسمبر كذا كذا كذا، برضو فور ذا مانث خلي بالك واكد عليك ان هي ايه؟ لفتره معينه، لفتره معينه. الكلام ده مهم جدا جدا علشان بيحصل فيه لغط كبير قوي مع الادارات العليا، تيجي تتكلم معاهم يقول لك انا عايز اعرف رصيد العملاء خلال الفتره، لا رصيد العملاء ده حسب ايه؟ ميزانيه، فلازم يكون في لقطه معينه، قول لي رصيد العملاء النهارده كام؟ ما تقوليش في فتره كذا كام؟ ممكن امبارح كان مختلف، النهارده جاب فلوس فاختلفت الوضع خالص. فهنا لازم تبقى عارف ايه الفرق ما بين خلال فترة ولحظة معينة. أرصدة الميزانية بتكون في لحظة معينة. الكاش فلو from operating activities، الكاش فلو اللي جاي منين؟ من الـ operating activities. بنجيبه ازاي؟ أول حاجة بنبتدي بيه بالنت انكم، أنا جبت ربح قد إيه؟ 2750. بعد كده حصل تغير في الحاجات الأساسية بتاعت الشغل بتاعي، الشغل بتاعي جاي منين؟ لو جينا نبص على الحسابات أهي، الشغل بتاعي في الأكونت ريسيبل بشتغل مع الأكونت ريسيبل، سبلايز مع السبلايز، الإكويبمنت دي معدة ضخمة فبالتالي ده يعتبر استثمار، أنا بستثمر في معدة فما يعتبرش شغل أساسي. الأكونتس بيبل شغل أساسي، هما التلاتة، يبقى هما التلاتة دول هما دول اللي حطيناهم، يبقى النت إنكم، وشفنا تأثير التلات حاجات دول عليهم إيه. الاكونت ريسيبل قال خدت مني فلوس، ما خدتهاش فلوس من جالي نت انكم بس ما خدتش الفلوس دي، فبطرح من النت انكم 1400. التشينج ان سبلايز برضو السبلايز دي زادت خدت مني فلوس بس انا ايه الفلوس دي ما دفعتهاش.
تشينج اون اكونتس بيبل، الفلوس دي ما دفعتش الفلوس دي عليا، فبالتالي الفلوس انا يعني عليا فلوس ما دفعتهاش، فبالتالي ال 1600 طلعت مع 1600 عشان انا ما دفعتهاش اصلا، فبالتالي هنا 2750 ناقص 1400 هيديني 1350، يبقى الكاش فلو من الاوبريشن جالي كام؟ كاش 1350. طيب تشينج تشينج كاش فلو فروم انفستنج، انفستنج انا عملت ايه في الاستثمار؟ لو انت بصيت فوق هنا تاني مفيش حاجه استثمرت فيها غير الايكويبمنت، ما هو انا ما عنديش اصول تاني استثمر فيها، ما هو الاصول بتاعتي انا خدت الاثنين دول في الاوبريشن، يبقى فاضل الانفستنج بس، والكاش طبعا انا ما باخدوش، يبقى فاضل الايكويبمنت دي في الانفستنج، فهروح احطها فين؟ جوه الانفستنج، الكاش فلو من الاستثمار ناقص ب 7000 دولار، يبقى النت كاش فلو فروم انفستنج ناقص ب 7000 دولار. الكاش فلو فروم فاينانسنج، التمويل عباره عن حتتين، الراجل حط فلوس وودرول وسحبنا، اللي هم عباره عن ايه تاني؟ احنا خلي بالك خدنا ايه، خدنا في الـ في الاوبريشن خدنا الاكونت ريسيفبل وخدنا السبلايز وخدنا الاكونت بيبل وخدنا النت انكم اللي هو الريفينيو والاكسبنس، ما احنا خدنا النت انكم اللي هو عباره عن الاثنين دول، يبقى فاضل ايه هناك؟ فاضل الاونرز كابيتال والويذدرول، خلاص الباقي كله، وخدنا الايكويبمنت فين؟ في الانفستنج، يبقى فاضل الفاينانس، الفاينانس جاي منين؟ من صاحب الشركه اللي هو الاونرز كابيتال والويذدرول اللي احنا حطيناهم هنا، الراجل حط 15000 او انفستمنت باي اونر ويذدرول وسحب 3300، يبقى هنا الكنت كاش فلو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز جاي ب 13700، والكنت كاش فلو خلال الفتره بقى بجمع ال 1300 ناقص ال 7000 زائد ال 13700 يديني 8050، اللي هو الكاش اللي عندي، بجمع عليه رصيد اول المده اللي هو صفر لان انا لسه بادئ الشركه، يديني 8050 اللي هو رصيد الكاش اللي عندي فعلا، يبقى انا كده شغلي مظبوط.